رحت بابتعاث بهدف البحث العلمي في مجال مرتكبي الجرائم الجنسية باستضافة جامعة يونيفرسيتي كيبيك أبيتي بي تيمسكامينغ، طبعا في مقاطعة كيبيك، موضوع الأنماط مرتكبي الجرائم الجنسية في المجتمع الفلسطيني. طبعا أنا اليوم بمرحلة جاهزة أعمل التطبيق العملي للدراسة العلمية، لأن كان الهدف الرئيسي أنه الاستعداد العلمي والمعرفي والخبراتي في السفر إلى مقاطعة كيبيك. أنا جاهزة الآن لمرحلة التنفيذ والتطبيق في المجتمع الفلسطيني. طبعا في التعرف على أنماط مرتكبي الجرائم الجنسية، إحنا بشكل مباشر نسعى للحد من هذه الجريمة، نعمل تصميم برامج الوقائية لهذه الجرائم، تصميم برامج العلاجية والتأهيلية لمرتكبي الجرائم الجنسية، بالإضافة كمان في التأثير أو المساهمة في بناء قوانين وتشريعات ضامنة لمعالجة هذه النوع من الجرائم في المجتمع الفلسطيني. الخطة المستقبلية حاليا نحن في مرحلة التنفيذ لكل التطبيق للهدف اللي ذهبنا لأجله إلى مقاطعة كيبيك. الباحثين أنا بنصحهم إنه يكون في جانب عملي في الزيارة اللي بنوا الاتفاق مع الجامعة اللي منوي الزيارة لها، لأن يكون في جانب نظري وجانب تطبيق وعملي، يعني التمكن أو زيارة أو الاطلاع على خبرة المجتمع الكندي أو الكيبكي تحديدا في مجالهم.